هذا الحال. دوك الشباب دوك توصيهم انت؟ الشباب توصيهم؟ الشباب وصية الشباب واش تقول لهم؟ وصية الشباب واش تقول لهم؟ الشباب يتهلاو في الدين في الوطن. بارك الله فيك. الدين في الوطن، الدين والقران العظيم والوطن. هاي هذه الاهداف ياخذوها، الدين والوطن ان شاء الله العافيه، يعمروا وطنهم بالعافيه والخدمه الخدمه. بارك الله في الدرهم يا اخي. الدين 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 والقران سي ماشي ان شاء الله. هاي ان شاء الله نوصيهم العافيه الدين والوطن. هذا راس المال الدين والوطن. سي طيب.